باغي لي الاعدام والله يا خويا باغي لي الاعدام انا ما كرهتش اخويا علي. سيد بك باغي شويه كبدتي وانا كنشوف في قدامي فيه الغدر. عرفتي شنو بنادم يحيد لك قرجوطك قرجوطك باش قتلك يحيد لك. يعني كان بغي يحيد الراس كل ما دقت السيده كان بغي يحيد لها راس. كنا جا عندي وعيد معايا وذبحت لي ومعايا كيشوي معايا في الكبده هو باغي يشوي لي كبدتي. ما حسيتش بيه والله اخويا ما حسيت بيك باغي يشوي لي كبدتي وانا كنشوف فيه قدامي فيه الغدر. وفي الاخر مشيت كريت لي وانا اللي خلصت انا اللي خلصت معايا الشهاد بين انني خلصت عليه الكرا. وقلت لي سير تخدم وجيب لي انا ما عنديش مشكل تكونوا انتم بخير انا بور ما عندي. ويضحك وقال لك عجبتني السكنه وقدام مع الجوج مع الحضاره صفه عليه وذبحها وكاينه مع دريه صغيره زقل لي الدريه الصغيره رحمه الله ونشكره من زقل لي الدريه الصغيره تاهي راه كان غيقتل لي جوج رواح بنتي 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 راه مي الله مجوجي راه في شهر جوج 24 جوج عاد تزوجوا ما عرفتش هاك السيد شنو باغي ما عرفتش والله ما عرفت بالله. جاو الجديده صيفط لي التلفازة والله الا راه باقا كتسمع فيك الكرتونه صيفطها لي من عندي قلت لي خود عيط للدريه قلت لها خاصك التلفازة قالت لي لا با انا قلت لها شوفي ما تخميش لي انا نقتل معاك باش ما كان صيفط لي التلفازة راه كاين عند من خضيتها وراه باقا في الكرتونه ديالها والله الا باقا في الكرتونه ديالها. ما عرفتش هاك السيد والله محروق بزاف ظني عرفتي شنو بنادم يحيد لك قرجوطك باش قتلك يحيد لك. ديال داك الدريه كنقول لك سخر الحانوت الا شاف دا واحد كتروم الحيط تيدوز هو قسما بالله والشهاده هذه هي الله يرحمها. ولكن هو انا كنتمنى ان شاء الله من الله والسلطه يجيبوا لي الحق ديالي الاعدام باغي لي الاعدام والله يا خويا باغي لي الاعدام انا ما كرهتش اخويا عندي تتهم بالخيانه بشي والله ما كاين خيانه الخيانه راقد معايا في داري كاين شي خيانه في داري انا راقد معايا في داري هو وياه راه يلاه كنقول لك مشاو مع الجوج مع الحضاره الصفا لا الخيانه فين كان؟ انت اللي كنتي كتصرف عليه هو انا اللي كنصرف عليه هو وما فهمتش انا هذا السيد والله ما فهمته على جاي ليا بحال هكا ما فهمتوش وتحس بهذيك الدريه عزيزه عليا بغا يحيدها ليا ما فهمتش والله ما فهمت والله. ما تلقيتش الخبر ديال الوفاه ديال الجنيه؟ ماشي تلاقيت الخبر ديال الوفاه انا تصور مع دق عليا السيد هو كنجري مع الدرون يعني حسيت بكل شيء. مشيت لقيتها غايزه في الدم صافي مع انا قالوا لي عز عتقت لي مشرفه راه والله لا عشت واش هي متقوبة انا ثلاثة ثقبات وواحدة من هنا محيدة اللحمة واش مديها في فمه ولا ما عرفتش. ودبحها ديال يعني كان بغي يحيد الراس كل ما دقت السيدة كان بغي يحيد لها راس. تعاجة وجا ديالو داك الشيء اللي درت معنا ما يديرش مع خوه والموبو وندوزو لك خوه يقول لك والله ما نديرو معاه. على قبله انا درت خسرت فيه 9 الملايين والله الا 9 الملايين راه باقي كل شيء بالفيديوهات باقي كل شيء بالتصاور بكل شيء راه يلاه قلت لك نهار 24 جوج. الناس كتكري قاع انا كريت جوجات وحده للعيالات وحده للرجال على قبله هو قالوا يا ايتيم قلت انا نتعاون معاه ولكن اخويا كتعاون في الاخر كتشيل كوال الكميه ديالك دابا كواني يتمني فيها الله يتمو في صحته انا بغيته يا ربي ما يكملش هذا الشهر تنسيق الاخبار ديالو تاعو حطمني والدريه الصغيره هي تحطمت لي حضرت لكل شيء الدريه الصغيره قدام والله الا قدام خطر دابا كنتفكر غدا انا كنبود راه ما عرفتش اش واقع عليها الدريه خطر والله ما عرفت لحد الان كتشوف كتبقى لها بعيده ما عرفتش شنو واقع باقا عايشه في الصدمه دابا باقا المسكينه مصدومه هي الناس كتبكي وياها كدور في راسها بحال ما عرفتش والله ما عرفتش راه كاينه في الدار كاينه في الدار والله يعني عاش معايا وشويت لي كنقول لك انا عاطيه كي هو كيشوي لي هو ساكن كيشوي لي في الكبده وانا كيشوي في كبدتي انا غناوي غدر وماشي اثرت عليه قلت لي شريف اللي ما عندكش ما تشريش انا نشري لك قال لي لا خلي قلت خلي السيد يعني بادي حياته خليه هو يكمل ويعرف شنو كاين ما فهمتش السيد علاش كواني في كبدتي والله ما فهمته لحد الان بغي نبغى نشوفها بنتي انا ما باغي لا ولاد لا والو ولا غلى ليا بنتي ومشى في حالات وما طالبش فيه في الجغبه ديال الدم ما طالبهاش فيه مشى بعد
ما فهمتش علاش داير ليا بحال هكا والله ما فهمته والله. هي الكبيرات هي الكبيرات وهي اللي عزيزة عليا بزاف كاع عزيزة عليا كاملين. أنا ما نكذبش عليك ما نحملش اللي يحط لي صبع ولا إن هاد لي على بنتي نقدر نسافر أنا نبعد أنا لا جاي منين من البلاد راه جاي مني هما باش نسافر ونعيشهم بخير اش عندني أنا ها هو والله بلا نصوت جدا هز معاه مرار وأنت قد كتمرض لي وكنهز وكن ومسكين كيضرب معايا تماره ومني صحت وتقادت وبغات تدير دار عصبني ما نكذبش عليك عاد زيت لي الفيني زيت لي في الاول وانتم زواج العائله زوج خطو خطو هي السبب في هادشي من الاخر خطو هي السبب في هادشي كانت خدامه معاه في واحد المعمل واحد الوقت كانت مرضت ليا فيه خرجتها انا كاع بقات هي كتصل بيا تصل بيا النهار اللي بغيت نتزوج هو قالت لي تعالى كاين واحد السيد الله يعمرها دار هذه الناس دراوش جات فرحنا بهم واحد شوي دارت لي الكرامه انا سولت قالوا لي راه واحد السيد يعني كان كيكمل حشيش قلت له هذا السيد راه ما خدامش لينا قالت لك بنادم راه كيتبدل وهذه وقلنا حيد راه ما كاين باس يعني الدريه هي باغا تتزوج درت العرس من عندي والله الا من عندي 4 دريال ما خاسرهاش هو قلت لك 9 الملايين وكاينين بكل شيء بالتصاور بالمولقعة جوجات ماشي وحدة كامل هاريم والله إلا 1,080,000 باش جبتو لي اللي زرتي عليه بحال ولدك أكثر من ولدي والعاود كنت غنجيبو لي كون ما لقيتو مسافر مولاه والله إلا العاود كنت غنركبو فيه قال لي خو راه ميتيم وكذا قلت لي شوف راه بحالو بحال البنت داكشي اللي غنخسر غنخسرو عليه بجوج واش شفتي المنظر ديال بنتك هي مذبوحة شريف ماشي شت كلشي دابا لا شتي داكشي والله تتبكي تا ما عمري حيد ليا من بالي صاحبي كذب عليك والله يا بابري حي حطمني قلت لك شنو حطمني قدمني سلام ها يا صاحبي عطيت ما قلنا لك بحياتي عطيتها لي وفي الاخر حطم داري سكنت وفين كنخلي مع ولادي وكنهول ما درنا عيد الميلاد الليله اللي قبل لي ديال ختها والله ما تصورت فيه ما فهمتش علاش ديك الدريه ما تصورتش فيه من الضمير وانا ما عرفت كنقول لها تعالي واد انا بحال مشى لي داكشي من بالي حق الله العظيم بحال داكشي سبحان الله العظيم داكشي كاين هي ما كانتش حاسه بلي راجل انا ولا الخطر حاسه والله ما تمشي بنتي انا ديك وعاره ما قالش بابا راه راجلك والو قلت لك كنقول لك انا كون كانت حاسه بشي حاجه والله ما تمشي وسولتها قلت لها كوني هداك ولا شي حاجه اتونسيو انا ما تخميش ليا لا تقولي هذا با خسر عليا فلوس وهذه وغادي يضيع حتى حاجه ما ضايعه الحمد لله صافي نحيدوه قالت لك ما البنادم راه كيتبدل وهذه 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 ما واش ساحروا ليها واش كيهددها قال لها نقتل لك بواك واش الله اعلم الدريه ما بيناش كاع عمرها قالت لك راه كيضربني راجلي ولا شي حاجه كان قجه واحد المره ثاني في الجديد قجه تقرا في القران هذا تلقى هذا تلقى اللي حاولش نهار الصفيان يعني هذيك داك قالت لك لا راه عنده الجين هذه وراه غادي داوى وقال لي مشيت عند الراقي وكذا وجات ماني انا مشيت عند الراقي ودرت وفلت ما كاينش نشوف ما كاينش المس ما كيديرش بحالك هذا مجرم خاصو يتعاقب كذب عليك كنطلب من القانون انت دابا كنطلب منه الاعدام يا ربي وانت كتسمع وكتنظر الا ما عدموش وما يعدمو يقبط ليه الروح ديالو نحس براسي راه تا هو مشى للروضه